مرحبا بك في قناة إسحاق تعروت. أتمنى تكون بخير وبأفضل الأحوال. هنا رسالة سريعة ظهرت لمجموعة من الناس، فإذا ظهر لك هذا الفيديو فهناك رسالة بالفعل عليك سماعها في الوقت الحالي. أول شيء، هنا أرى طاقة أشخاص جدا مميزين في هذه القراءة، وأشخاص يعني عندهم رسالة روح مهمة على هذه الأرض. ممكن أحيانا أنك تتساءل ما الذي أفعله في هذا المكان، أو مع هذا الشخص، أو في هذه العلاقة، أو مع هذه العائلة، لأنه هنا ظهرت لي learning how to be human. أنت من الأساس تتعلم كيف تكون إنسان، فأنت أساسا يعني مش لست بطبع البشر العادي، تمام؟ وصراحة أنه في كل مكان تواجدت فيه، وفي كل علاقة تواجدت فيها، أو كل شخص التقيت في هذه الحياة، كان بالفعل مقدر لك التواجد في ذلك المكان، في ذلك السيناريو الذي كان مرسوم لك من الأساس. كأنه أحيانا ممكن عندك مقاومة، ممكن عندك رفض لتلك التجربة المعينة، لكن بالعكس كأنه البطاقات بتقول لك أنه كان مقدر لك أن تكون في ذلك السيناريو، في حياة ذلك الشخص. بالأكثر رسالتك كانت مهمة في حياة ذلك الشخص، لأنه أنا شايف هنا أنه دبدباتك عالية جدا. أنت من الأشخاص اللي عندهم طاقة عالية جدا ودبدبات عالية جدا، وجئت لنشر النور والحب والسلام على هذه الأرض. فكأنه البطاقة تقول لك هنا ثق في المكان الذي تأخذك إليه روحك، أو ببساطة ثق في أين تأخذك روحك ولا تقاوم، تمام؟ حتى لو صار موقف معين، حتى لو صار شيء سلبي، فكان مقدر لك التواجد في ذلك المكان لأنه عندك رسالة. أنت يعني شخص مهم، شخصية مهمة في هذا السيناريو، تمام؟ من جهة أخرى، بطاقة الـ نعم learning how to be human، كأنه تشير لي أنه أنت يعني من الأشخاص اللي تساعدون على رفع الوعي الجمعي، طاقة الوعي الجمعي بشكل عام، تمام؟ وكأنه بذرة من النور زرعت على هذه الأرض مثل الكثير من الأشخاص، من عمال النور، من بدون النجوم، إلى آخره، أرواح شفائية وروحانيين وإلى آخره، حتى ترفع طاقة الوعي الجمعي في المكان الذي أنت فيه، تمام؟ أو حتى خارج المكان الذي أنت فيه، تمام؟ فهنا البطاقة بتقول لك أنه حافظ على نقائك، تمام؟ مهما حافظ على نقائك الداخلي، ولا تسمح بأن يتم غسيل دماغك بالطاقة الظلامية لمن حولك. وكأنه أحيانا لما تشبك طاقتك أنت مع شخص معين، مع صديق معين، مع وسط معين، فتتلوث طاقتك، تتلوث هالتك، تتلوث أفكارك، تصبح أيضا أفكارك مثل أفكارهم، طريقة يعني طريقة تحليلك للأمور مثل طريقة تحليلهم. مثلا أنت تكون مسلم لأمورك حول الوفرة والماديات، وفجأة تتصاحب مع شخص معين بيكون تفكيره يعني قلق وخوف حول المال، حول يعني كيف سيجد عمل، كيف ستتزوج، يعني تفكيرها سلبي اتجاه الزواج، أن القطار فاتها، ما بعرف شو. المهم القصة، وكأنه أنت تأخذ من طاقة الأشخاص، تمام؟ فتعتقد بأن طاقتهم، تفكيرهم، معتقداتهم هي معتقداتك. فهنا كأنه رسالة بتقول لك حافظ على نقائك الداخلي، ولا تسمح بأن يعني يتم غسيل دماغك بالطاقة الظلامية لمن حولك، طيب؟ وأيضا يعني فتصبح مثلهم، فتصبح يعني بنفس طريقة تفكيرهم، وتابع، تصبح تحت تأثير المصفوفة. وتعتقد أنه طاقتهم هي طاقتك، أو طاقتك الحقيقية، تعتقد بأنه أنت هذا هو تفكيرك، هذه هي أفكارك، هذه هي طاقتك، هذه هي مشاعرك، لكن بالعكس تكون أخذها أنت من أشخاص من حولك ومن محيطك. في الغالب أنت يعني كنت من الأشخاص مختلفين، يعني منذ طفولتك كنت يعني جدا مميز ومختلف، يعني لحد كبير في فرق كبير بين طاقتك أنت وطاقة الوعي الجمعي اللي كنت فيه من قبل، لأنك يعني بالفعل يعني مميز ورسالتك مهمة على هذه الأرض. وشايف هنا بطاقة الـ Protection، فأنت يعني محمي لحد كبير جدا، محاط بطاقة نورانية من الملائكة، من المرشدين، من يعني أحبائك من العالم الآخر والأرواح يعني من العالم الآخر، طيب؟ كله يعني كل هذا لضمان تحقيق رسالتك ودورك على هذه الأرض. هو لساتها يعني في الطريق، وانت يعني مع الوقت انت محمي، يعني من طفولتك وانت محمي. ليش حتى
حتى يكون هناك ضمان لسيران هذه الخطة الإلهية. تمام. وشايف أيضا أنه تجربتك كانت cracked open، يعني شوفوا تجربتك كانت قاسية بالفعل، يعني كسرت أنت من كثير من الأحيان، وتجربتك كانت قاسية بالفعل، وكانت عندك كومة من العلاقات الكارمية في السابق، أو علاقة معينة وفيها كارمات كثيرة. طيب مثلا كنت مع شخص أو مع أب أو مع أم أو في عائلة كانت صعب التعامل عليك معها، فكل هذا يعني كل هذه الأمور كل هذه التجارب كانت يعني بطلب من عندك أنت. وليش حتى تستوعب قطبية التجربة الأرضية، إيش أقصد بقطبية أو بpolarity، إنه النور والظلام، خصوصا هذه القطبية، قطبية النور والظلام على هذه الأرض، حتى تختبر هذا الأمر وحتى تدخل في عمق هذا الصراع. يعني كانت تجربة ضاغطة عليك بالفعل، في العمق عمق عمق، ضربت لك يعني أعماق تجربتك على هذه الأرض وأعماق المشاعر عند البشر. ليش حتى تدخل في عمق الصراع بين هذين القوتين، وحتى تتفهم تجارب البشر من عمق عمق ظلامهم. وكل ما تطورت روحك أكثر، وكل ما جربت يعني هذا الظلام، كل ما يعني تعمقت أكثر في الظلام وخرجت منه، لأنك يعني مقدر لك حدود هذا الأمر. فأنا شايف أنه كل ما تطورت روحك أكثر، كل ما وصلت لإدراك رسالة الأشخاص، رسالتك أنت في حياة الأشخاص وفي الأماكن التي لابد لك من التواجد فيها. وشايف مثل ما قلت أنه أشخاص انكسروا بالفعل وعانوا كثيرا، ممكن من فقر، ممكن من تخلي، ممكن من فقدان أشخاص عزيزين عليهم، ضغط خارجي، ممكن حتى يعني تنمر بسبب اختلاف أو ضغوطات خارجية، ممكن مثلا أشخاص يعني يغضبون عليك بدون سبب، أو كل هذا يعني كل هذه الأمور الصعبة التي كانت جدا صعبة، ومش أي شخص قادر يتحمل تلك التجارب الصعبة التي مررت بها. ليش أنت أساسا يعني عندك وعي عالي، عندك حكمة عالية، فأنت قادر على تجاوز تلك الكارمات، على تجاوز تلك الأمور. فهذه التجربة فيك تقول أنه مخصصة لك أنت بالأكثر، مش لأي شخص، مش لأي كائن من كان. طيب، فالهدف يعني من كل تلك التجارب القاسية، كان الهدف منها يعني أمور راح تكون أمور جميلة جدا في المستقبل. كل يعني تفهمت عمق هذه التجربة الأرضية، وتفهمت يعني الظلام والنور، فأنا شايف أنه الهدايا الكونية في الطريق، وحتى يعني نسختك المستقبلية أو ذاتك العليا شايف أنه فخورة بك، فخورة بالأمر الذي وصلت له. شايف أنه المرشدين وكل يعني الملائكة يعني وأحبائك من العالم الآخر يدعمونك، في طاقة دعم كبيرة من طرفهم في الوقت الحالي، حتى لو كان مثلا أحيانا يكون الدعم عن طريق تجارب سلبية، أحيانا يعطونك مرض حتى مثلا، أو يعطوك مثلا ألم في مكان معين. ليش مثلا حتى تخرج من المكان الذي أنت فيه، حتى تقوم بتجربة معينة. مثل ما قلت أنه أنت يعني موجه في الوقت الحالي، وشايفهم أنه يعني فخورين بالتطور الذي وصلت له. وكل هذا حتى يعني كل هذه التجارب وكل هذه الأمور شايف، أو بالأحرى هذه الرسالة بتقول لك أنه، أو هذا الفيديو ظهر لك أنه بيقول لك أنه كل هذه التجارب حتى تتعلم الثقة في الخالق أو في المصدر، وعينيك مغمضتين أنه خلص يعني تسلم أمورك مثل ما هي، كل يعني تغمض عينيك وتتقدم للأمام، لم يعد يهمك ما يحدث، بل فقط في حالة من التسليم وحالة من الثقة المطلقة في المصدر. أن تسحب يديك أنت كإنسان كإيغو من هذه الأمور وحتى المشاكل التي لديك، و بالأكثر تصبح أداة لروحك لعبور النور، لعبور الشفاء، لعبور طاقة الحب، و يعني هذه الطاقة لابد من خروجها، لابد من كيف أقول يعني أن تتوصل بالأرض، وأنت كنقطة الوصل بين النور والأرض. طيب، فكل هذه الأمور كانت يعني اختبار لك حتى تصبح مهيئ أن تكون يعني معبر لهذا النور، واختبار أيضا لصبرك في المواقف الصعبة، لتسليمك مثلا لما تكون في علاقة كارمية، علاقة صعبة، علاقة مع ممكن مع شخص نرجسي، مع شريك حياة
مثلا ما يعطيكش اهتمام، ما يعطيكش حب. فكل هذه الأمور كانت اختبار لصبرك وأيضا تسليمك على هذه الأرض، وحتى تكون في اتصال أكثر مع روحك مهما كانت الظروف. وإلا يعني كنت لتقع فخا للظلام. كمان هنا ظهرت لك بطاقة Trust the Timing، فثق في التوقيت الإلهي. فبالفعل يعني أنت لم يفوتك، إذا كنت تتساءل لقد فاتني الأوان على الزواج مثلا، على العلاقة العاطفية، على شيء معين مثلا، بتقول لك Trust the Timing، ثق في التوقيت الإلهي، لم يفوتك أي شيء، والتجربة كان لابد أن تكون بهذا الشكل بهذه الطريقة. يعني أحيانا هذا الكلام نعرفه، كل البشر يعرفونه، أنت تعرفه، وأنت يعني من أكثر الأشخاص الذي تعرف هذا الكلام، لأنك شخص فعلا حكيم وشخص عندك يعني عندك تواصل قوي مع روحك. ممكن أنه التجارب كانت صعبة عليك، لكن كان هدفها واضح، أن توصلك إلى روحك طيب وإلى رسالتك في الحياة. لكن أيا كان يعني أنت تعرف هذا الكلام، لكن أحيانا التذكير جيد، التذكير يساعد كثيرا، والتذكير أيضا يمنعنا من الوقوع في الظلام. تمام، فتثق في التوقيت الإلهي، بتقول لك أنه لم يفوتك الأوان على أي شيء، لم تتأخر على أي شيء، يعني كل شيء في التوقيت المحدد، في التوقيت الإلهي الذي لا بد منه. فإذا كنت مثلا تقول في بالك مثلا إذا كان أنت مقدر لك أنه تتزوج لما يصير عندك 35 سنة، وأنت حاليا في عمرك 25 سنة، تبحث عن العلاقات، تبحث مثلا تقبل بأي شخص أيا ما كان، شخص مثلا ما بيتناسب مع معتقداتك، ما بيتناسب مع مبادئك، ما بيتناسب مع طبيعتك، مع طاقتك، وانت خلص بتقول لا بدي اتزوج. ليش؟ لانه بتتأثر بطاقة الاخرين. فلهيك في البداية قلت لك انه انت تتأثر بطاقة الاخرين، فعليك فك تلك المعتقدات، تلك الامور التي تعتقد بانها لك انت، بأن تلك الأفكار هي أفكارك، بأن تلك المعتقدات هي معتقداتك. فأنت يعني لم تتأخر في شيء، كل شيء في وقته، ولم تتأخر مثلا على عمل، على وفرة، على أي شيء، كله يعني قادم لك وفي الطريق. فحاول في الوقت الحالي التركيز على نفسك وأيضا التسليم، وكأنه بتقول لك كل هذه الكروت تشير لك على أنه حان الوقت للتسليم وترك الأمور، يعني الكون سيرسم الخطة وسيسير كل الأمور. أنت كل ما عليك فعله أنه تركز مع ذاتك، وأيضا أن تتجدر، أنه هنا بطاقة learning how to be human، فأنت يعني تتعلم أن تكون بشريا، والمقصد منها أنه أنت يعني مختلف، روح مختلفة عن الناس الذين حولك. فالتجدر، لأنه لا يمكن عبور النور وأنت غير متجدر، يعني النور رح يضل فيك، يعني رح يضل عندك وما رحش يمر للأرض، ما رحش يؤدي رسالته التي لابد منها. فالتجدر، التواصل مع الطبيعة، وبالأكثر أن تكون في جسدك، أن يكون وعيك في جسدك أكثر من أنه يكون في أفكارك وفي مشاعرك طول الوقت. لازم تكون في جسدك، لازم تكون حاضر في هذه التجربة على الأرض وتراقبها، تراقب نفسك، تراقب جسمك، تراقب تنفسك، تراقب جسدك، كل خلايا جسدك، يعني بتكون المراقب، أو بالأحرى تركز وعيك على جسدك وعلى اللحظة الحالية طيب، وعلى أيضا على الأرض، يعني ما تكونش طائر في السماء وانت يعني تجربتك على الارض. تمام، ممكن حتى انه يعني احيانا تهرب مثلا، تروح للسوشيال ميديا، تيك توك او ايا كان، تروح تضيع وقتك، فقط تهرب من ذاتك، تهرب من نفسك، ولا تتجدر، يعني تضلك في هارب يعني في افكارك طول الوقت. فهنا ممكن حتى انه انضربت عندك شاكرا الجدر بسبب هذا الامر طيب. فلازم لك تتجدر وتسلم الأمور، وشايف أنه فعلا فيه أهدافك يعني ستتحقق، أو الأمنيات التي كانت لديك ممكن أطلقتها من سنة، من سنتين، من أشهر، أو ممكن البارحة حتى، شايف أنه فعلا ستتحقق وقادمة في الطريق، لكن بترتيب معين، بخطة إلهية معينة. فعليك بالصبر، وبالأكثر مش عليك بالصبر وإنما بالتسليم، يعني عيش اللحظة الحالية مثل ما هي، ولا تضغط كثيرا على نفسك، ولا تلقي باللوم أيضا على نفسك، لأنه كل شيء مقدر، كان مقدر أن يحصل بتلك الطريقة طيب. فهذه كانت الرسالة، وأتمنى أن تكون قد ساعدتك،
وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله.